السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نونا من قناة مطبخ الجمال العربي. جاية النهاردة وجايبة لكم طريقة جديدة لطريقة عمل الجيلي الموز بالرمان. طريقة جميلة جدا وسهلة جدا وهتحبوها. بس قبل ما اقول لكم الطريقة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشير لكل اصدقائكم حتى يستفادوا مننا، وكتاب التعليق ولايك اذا عجبك الفيديو. زورونا مرة ما راح تنسونا ولا مرة مع قناة مطبخ الجمال العربي، ويلا بينا بقى ونشوف المقادير مع بعض. جيلي بالرمان 2 باكت جيلي، باكو بسكوت سادة بتاع الشاي، انا جايبة نوع عادي خالص، 3 رمانات، 4 كوبايات مية، جوزة الهند او اي تزيين عندنا. هنجيب الحلة بتاعتنا ونحط فيها الاربع كوبايات المية، ونفتح اول باكو ونحطه فيها ونقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين، ونصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بصوا نستمر في التقليب كده يا حبايب قلبي. بسم الله تبارك الله، وادي الباكت التاني زي ما انتوا شايفين كده، هننزل بيه برضو ونستمر في التقليب. نقلب كويس جدا علشان السكر اللي بيبقى فيه الجيلي يدوب، ما يبقاش فيه حاجات كده تعمل تحت ايه في قلب الحلة زي كلاكيا. بصوا انا قلبت كويس وشفتوا عمل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يلا نوسع لنفسنا كده، وعلى ما نسيبه يبرد هنجيب الكبة بتاعتنا وناخد البسكوت بتاعنا نكسره كده زي ما انتوا شايفين. ايوه هنحط شوية كده كمان وهنطحنه زي ما انتوا شايفين كده في قلب الكبة. اهو طحناه، جبنا طبق حطيناه فيه زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنجيب طبق بقى فاضي وهنعمل ايه، هنفرط الرمان بتاعنا. بص بقى طريقة سهلة جدا جدا لتقطيع الرمان بتاعنا، بنشيل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت وبنقسم الرمانة على اربعة. بصوا مجرد ما بنفتحها كده وبنشيل بس الابيض، هتبص تلاقي كل الحب بتاع الرمان نزل معاك. وعلى فكرة اللي انا بطلعه الابيض ده والقشر ده ما بيترميش، ده بقى يا حبايب قلبي بيتجمع ويتنشف ويستخدم في حاجة جميلة جدا جدا جدا، وهي علاج للمعدة. الناس اللي معدتها تعباها، الناس اللي عندها قرحة المعدة، انتي بتاخدي القشر بعد ما بتنشفيه وتضربيه كويس او تطحنيه في المطحنة وبتحطي معلقة عليه، بيبقى هايل، بيعمل طبقة غلاف للمعدة. بص يا حبايبي انا بفصص الرمان ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، سهلة جدا 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 الطريقة اللي انا عملتها قدامكم دي، مش بتاخد اي وقت خالص خالص في التفصيص بتاع الرمان. وادي التانية اهي، بنقطعها من فوق ومن تحت وبنقسم الرمانة اربعة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهو بصوا بينزل سهل جدا، اهو بركن القشر على جنب اهو زي ما قلتلكم، عشان بقى ايه هنبقى نعمله زي ما انا قلتلكم كده، ايه هننشفه. بصوا الحب نزل في منتهى السهولة، الناس اللي بتستصعب طريقة تفريط الرمان، لا سهل جدا جدا لو عملتيه بالطريقة اللي انا وصفتها لكم دي، جميل جدا. بصوا ما بياخدش ثواني، يعني مجرد ما بفتح الرمانة كده وبتقسميها بنفس الطريقة، اي بصوا بتخلص في ثانية معاكم، يعني الدنيا بسيطة قوي يا حبايب قلبي. بس مش عاوزاكم ان انتوا تستصعبوا الامور. اهو احنا فصصنا كده 3 رمانات اهو زي ما انتوا شايفينها كده يا حبايب قلبي، ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شطفناهم وجبناهم اهو
وبصوا بقى هنبدأ نجيب الكاسات بتاعتنا وهنعمل فيها ايه. بسم الله ما شاء الله، انا جايبة الكاسات وجايبة كمان بولة. ليه بقى البولة دي؟ عشان اقول لكم هنعمل فيها ايه برضه، عشان ممكن اي حد بقى بيبي صغير حاجة يكسر لنا الكاس ولا حاجة. لا احنا ايه، بحب اشكل في كل حاجة، يعني اللي حابب ياخد في الكاس ماشي. بصوا ده البسكوت اللي اتطحن، ابتديت اوزعه في الكاسات وفي البولة كمان اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وناخد من الرمان ونحط على البسكوت اللي احنا حطيناه اهو. بصوا هنوزع اهو، بسم الله ما شاء الله وزعنا كده الرمان يا حبايبي في الكاسات، وحطيت كمان في البولة اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. بصوا اللي فات بقى برضو هنوزع في بقية الكاسات عشان طلع زيادة. بسم الله ما شاء الله ربنا مبارك يعني. بصوا يا حبايبي، اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وادي الجيلي بتاعنا برد، هنبتدي نجيب. بصوا عشان ما فيش حاجة تقع انا جبت قمع وبحط بيه زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله بنوزع كده في كل كيس، بنحط وبنحط في البولة برضو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، ده جميل وحاجة حلوة وخفيفة كده في البيت للولاد، هيفرحوا بيها جدا وفيها قيمة غذائية، لان انا حاطة الرمان معاها. الرمان جميل جدا يا جماعة، وحديد ده تحفة يعني، ايه تاكلوه بالطريقة دي الولاد هيحبوه جدا. بصوا بقى ونزين زي ما احنا عايزين. انا بزين عندي هنا في جوز الهند، فانا هزين بجوز الهند وبقيت البسكوت اللي انا قلته لكم. بصوا مفيش حاجة عندي بتترمي اطلاقا، بستخدم كل حاجة. اديني زينت بيه في منتهى الجمال وتحفة، وحاجة جميلة ولذيذة وشكلها حلو وطعمها حلو في نفس الوقت، الولاد هيحبوها قوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال يعني. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وكده اخر حاجة يا حبايب القلب اهيه معاكم زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو بقيت البسكوت هيتعين، ممكن هستخدمه في مرة تانية في اي حاجة عاوزة. وكده يبقى وصلنا لاخر حلقة النهاردة، وبالهنا والشفا. وكده بنكون خلصنا حلقة النهاردة، ويارب تكونوا استفدتوا مننا ومن الحكاوي اللي حكيناها واحنا بنعمل مع بعض احلى جيلي موز بالطريقة الجديدة بالرمان. ويارب تكونوا استفدتوا مننا ومن الحكاوي اللي حكيناها مع بعض في المطبخ واحنا بنعمل الجيلي الجميل ده. زورونا مرة، ما راح تنسونا ولا مرة، مع قناة مطبخ الجمال العربي. كان معاكم نونا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشير لكل أصدقائكم حتى يستفادوا مننا، وكتاب التعليق ولايك إذا عجبك الفيديو. انتظروني في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، واشوفكم على خير. أي حد عنده أي تعليق، أي طبخة نفسه فيها اكتبوا لي وهرد عليكم في التعليقات. باي باي.